النهارده يا جماعه اللي حصل في امريكا ما حصلش من 2001، احداث سبتمبر 2001 شلل 12,000 رحله طيران، مطارات امريكا كلها تتوقف طبعا، وبالتالي العالم كله تاثر. ايه اللي حصل النهارده؟ حصل ازاي؟ في قرصنه ولا ممكن عطل فني زي ما الامريكان قالوا؟ لسه الامريكان ما عملوش حاجات رسميه يعني، ولكن هنعرف الحكايه حصلت ازاي فنيا. الطيارين بيتعاملوا ازاي؟ الطائرات، قائد الطائرات بيتعاملوا ازاي؟ المطارات بتتعامل ازاي مع هذه المنظومه في الولايات المتحده الامريكيه؟ هل ممكن يكون حصل اختراق؟ حصل قرصنه؟ اسال طبعا وبرحب بضيوفي الكرام، كابتن طيار محمود القط، اولا تحياتي لحضرتك. اهلا بيك يا فندم. مهندس محمد الحارس، تحياتي لحضرتك. اهلا بحضرتك يا استاذ احمد، شكرا جزيلا. كطيار، اللي حصل النهارده ايه؟ اللي ده معناه ايه بالنسبه لحركه الطيران تتوقف فجاه؟ طبعا حادث زي ما حضرتك بتقول كده ما بيحصلش اصلا، هو غير وارد في الحياه يعني تماما. النظام اللي تعطل في امريكا دوت هو النظام اللي على اساسه بتقوم رحله الطيران. شويه معلومات كده وضحت لينا من بدايه الامر. اولا هو ضرب الطيران الداخلي بالكامل، هو اللي توقف بالكامل الطيران الداخلي، الطيران الدولي فضل ماشي منتظم. وده بيوضح ان النظام اللي تعطل اللي احنا هنتكلم عليه هم فاصلين بين الطيران الدولي والمحلي فيه. كويس. ودي يمكن حاجه هي اللي ساعدتهم في التعامل مع الموقف شويه. في معلومه وانا داخل لقيتها نشرت في بعض المواقع ان النظام دوت اتضرب كمان في كندا دلوقتي. فدي حاجه واضح ان في حاجه طبعا مش طبيعيه بتحصل. ايه الفكره كلها؟ النظام ده اسمه النوتام، يعني نوتس تو ايرمن، يعني هو الاخطار والاشعارات للطيارين. ده نظام المفروض اللي بناء عليه بيتعمل برنامج الرحله كله، بيقول للطيار المطار اللي رايحه ايه اخباره، في اي حاجه حتى بعض الظواهر الجويه المهمه، المخاطر اللي حواليه، الحاجات، التباعد بتاعه وهو طاير، كل ما يخص معلومات تخص المطارات وتخص رحله الطيران عن الملاحه الجويه بتكون موجوده اغلبها في النوتام ده. لا يمكن الطيار هيقدر يطلع غير لما بيجي له هذا التقرير او هذا الاخطار. بالمناسبه اوقات كتير كمان وهو طاير ممكن يبقى في احد الحاجات المهمه معلومه تجيله، ايوه، غير يبلغ بيها وهو موجود في الطياره، لكن هو المفروض قبل ما يطلع الرحله بيكون معاه جميع المعلومات والبيانات اللي تخص. طرت في امريكا؟ طرت قبل كده. يعني اتعاملت مع النظام ده؟ طبعا. هو على فكره هو النظام ده المتابع في الطيران المدني في العالم كله. يعني احنا في مصر بنشتغل بيه. كل العالم، هو حاجه عالميه دوليه. النوتام ده هو يعني اقول لحضرتك ايه، عمود اساسي من اعمده اي رحله طيران بتطلع. اي طيار هيطلع رحله ان شاء الله يا رب، احنا نكون رايحين زي عندنا هنا مثلا من القاهره لاسوان، لازم يبقى معايا النوتام برضه. النوتام ده يعني حاجه كده موجوده معايا اساسيه من كل الاساسيات بتاعت الرحله. طيب ده مرتبط بشبكه داخليه ولا خارجيه؟ هو حضرتك ده نظام، سيستم، نظام مرتبط طبعا بشبكه الانترنت في بعض الحاجات. وهم زي ما بقول لحضرتك اللي يعتبر انقذهم النهارده انه واضح ان هم فاصلين الدولي عن المحلي. بس طبعا عندهم كارثه كبيره يعني في الموضوع. طيب خلينا نروح للبشمهندس ونرجع نكمل. اول ما شفت المشاهد اللي قدامنا دي، حضرتك ايه اللي جاب في دماغك على طول؟ ايه اللي حصل ده؟ بتكلم على امريكا، طيران في امريكا كله على الارض. خليني اوضح لحضرتك ان انا يمكن او كل المتخصصين يمكن في تكنولوجيا المعلومات دائما لا يستبعدوا الهجمات السيبرانيه. وخليني اقول دائما مش مستبعد نهائي. وعايز اقول لحضرتك واوضح ان يمكن التصريح اداره الطيران المدني الامريكيه والفيدراليه الخاصه بالطيران الامريكي صرحت، اعلنت يمكن قبل ما ندخل على طول على الهواء انه عطل فني وليس تم استبعاد الهجمات السيبرانيه. يمكن الرئيس الامريكي لما تفاعل وادلى بتصريح صرح على ان لسه لم نجزم انها هجمه سيبرانيه او خطا فني. وخليني اقول دائما الدول، بعض الدول تستبعد دائما الاعلان عن هجمات سيبرانيه. وخليني اوضح ده شيء مهم جدا. ليه؟ عشان اعلن عن هجمه سيبرانيه محتاج ان انا يعني أرد. امشي في اجراءات اتاكد تماما بشكل حتمي ان هناك هجمه سيبرانيه. وخليني يمكن اوضح ان انظمه الطيران هي تعتبر من نطاق البنية أو أنظمة التحكم الصناعي، تخضع لأنظمة التحكم الصناعي اللي هي بنصنفها البنية التحتية الحركة. وهي اللي بتخضع لأعلى درجات التأمين. يعني بنتكلم أنظمة الطيران، أنظمة خطوط النقل والملاحة وهكذا. لو إحنا طبعا لو تم إثبات أنها هجمة سيبرانية ولا نستبعد ده. يعني كل المتخصصين حتى حول العالم وكل التقارير الإعلامية أنا لا أصل كمان البريد البريطاني حصل فيه مشكلة
كده النهارده. لسه كنت اوضح كابتن طيب محمود بيتكلم على كندا والزملاء يشوفوا لي كندا مزبوط. لو في اخبار من كندا كمان يبقى مزبوط. لا وفي خلال ساعات بعد هذه الحادث تم تعطيه اعلنت يمكن في لندن كمان هناك هجمه سيبرانيه اثرت على انظمه البريد الخاصه بلندن. فبالتالي النهارده في يوم الحقيقه يعني احنا طيب شايفين ثانيه واحده لانه كندا المراقبه الجويه نظام نتام الكابتن محمود بيتكلم عليه للطيران يشهد انقطاعات ولا يوجد تاخير في الرحلات. ده المراقبه الجويه الكنديه. كندا بتقول كمان انه هناك انقطاعات في نظام التواصل الملاحي دون تاثير على حركه الطيران. يعني كل ده حصل في وقت واحد في يوم واحد كحاجة عادية، لذلك ان يعني وجود خطأ فني لا نستبعده. فيعني ولكن شبهة تاني بأكد شبهة ان يحصل هجمات سيبرانية، وخلي احنا مش بعيد عن ده. احنا شفنا في الحرب الروسية الأوكرانية هجمة سيبرانية استهدفت أنظمة الطيران وتم تعطيل كافة أنظمة الطيران بجانب قطع خدمات الإنترنت. ولما إيلون ماسك بس خدمة انترنت عن طريق الأقمار الصناعية عن طريق اللو أوربت أو المدار المنخفض حصل هجمة سيبرانية استهدفت شبكات توزيع الطاقة والكهرباء، فحصل انقطاع الكهرباء. كل ده الحقيقة هجمات سيبرانية دون أي تدخل عسكري على الأرض. فإحنا في صراعات يعني بتتم الدول حاليا أي صراعات بتتم حاليا. إحنا ما بنتكلمش دلوقتي عن إعلان جماعة معينة عن هذه الهجمة السيبرانية أو دولة والجماعات محدش هيعلن. الجماعات اللي منفذه لبعض العمليات السيبرانيه اللي هي غير نظاميه ممكن. غير نظاميه تعلن، اما النظاميه لا تعلن. لا تعلن. فبالتالي حتى لو بعض الدول حصل رصد ليه اشتباه لهجمه سيبرانيه قدرت، وده وارد جدا ان يحصل هجمه سيبرانيه وفنيا ازاي؟ بص يا فندم، ايه اللي ممكن يتم انظمه الطيران شويه، وانا يعني يمكن مش هستفيض بانظمه الطيران. نعم كابتن محمود ولكن موجود، ولكن خليني اقول ان انظمه الطيران تخضع الى انظمه اتصال بعضها مشفر، وتخضع لبروتوكولات طيران وتخضع لمراقبه خاصه بانظمه الملاحه اللي هي المركزيه اللي في النقاط الخاصه بالمطارات وخلافه. نعم. ومن يعني يتم تامين هذه المنظومه بالكامل. ولكن هناك بعض الأحداث حدثت، وخلينا أوضح أن أمريكان إيرلاينز حصل اصطياد إلكتروني وتم تسريب بعض البيانات اللي تشمل بيانات المسافرين وأرقام رحلاتهم. طيب أنظمة الطيران داخل الطيارة هناك طبعا الخاصة الموجودة، نظام الاتصال موجود في كابينة الطيارة، وموجود بعض أنظمة في بعض الطيارات فيها خدمات انترنت داخل الطيارة. نعم. ولكن هي مفصولة ومؤمنة بالكامل عن تفاصيل الطيارة بالزبط. ولكن لكن اختراق أنظمة الطيران قد تحدث، وزيها زي أي اختراق أنظمة تاني زي أنظمة التحكم الصناعي. طيب كابتن محمود قائد الطائرة، اشرح لنا في كابينة القيادة أول رحلة جاية لحضرتك اللي بيتم لحد ما أنزل أو أعمل لاندنج في مطار ما، مطار في مثلا لوس أنجلوس، نيويورك، كينيدي، واشنطن، يعني بالظبط إيه اللي بيحصل؟ هو أول حاجة بتحصل معايا إن أنا بعمل حاجة اسمها التلقين. التلقين ده بيكون فيه مجموعة من المحددات، واحد منهم النوتام، ده أساسي. يعني أنا بيكون عندي شوية أساسيات لازم أخدها في التلقين ده، واحد منهم النوتام. النوتام ده من ضمن الحاجات المهمة فيه إنه بيكون وقت إصداره لمدة محددة، وده أمر مهم جدا. يعني الضرب بتاع النوتام الساعة 6 صباحا بتوقيت واشنطن هو عارف كويس قوي إن هو ضرب لهم كل الرحلات بتاعت اليوم. تمام. أو يعني النظام لما وقع يعني. نعم. ليه بقى 12000 رحلة يعني ده لغاية دلوقتي. ده لغاية دلوقتي لحد دلوقتي اللي قالوا عليه ده لغاية دلوقتي زي ما هنشوف. انا عايز اقول لحضرتك ان اخر التقديرات بتقول ان هم في اليوم الواحد بيعملوا 21000 رحله بتنقل 9 مليون راكب. فعارف حضرتك لان طبعا الطيران في امريكا كمان كبير جدا، المطارات كلها الناس نايمه نايمه على الارض حرفيا. ده اللي كله حاصل كله يعني. الدم. انا عايز اقول لحضرتك ان الولايات المتحده الامريكيه كمان كبيره جدا. ولازم نقول للناس عشان يدركوا الموقف ان في رحله من واشنطن للوس انجلوس تاخد 9 ساعات. فهم عندهم نقل بالطيران يوميا كبير جدا، 9 مليون مواطن في اليوم. دي حاجه يعني هي تعتبر متوقفه بالكامل من الصين يمكن تقريبا يعني بالظبط الصين. بالظبط كده. فعايز اقول لحضرتك ان الطيار احد الحاجات المهمه اللي بيكون معاه في التلقين هو النوتام. من غير النوتام ما يطلعش ما يتحركش. ولازم يتاكد من النوتام في مجموعه حاجات كمان. ايه هي؟ وقت اصدار النوتام ده بالنسبه له مهم لانه ليه وقت يعني انتهاء. الحاله بقى اللي جوه النوتام، الحاجات اللي بيقعد يقراها، حاله المطار، حاله الطريق اللي هو هيبقى طاير فيه،
الطيارات اللي هتبقى طايره، المطار نفسه اخباره ايه، لو في ظواهر جويه معينه زي التلوج زي الحاجات دي، عشان كده النتان في الرحلات الداخليه ليه خطر ومهم، عشان برضه نقول ان هو لما اتضرب عامل لهم ازمه. ان احنا دلوقتي في الشتاء، فالظواهر الجويه في تلوج في مطارات طبعا. في مشاكل في حاجات في كاليفورنيا متبهدلين بقى بالظبط، في اعاصير في عندنا صحيح. حاجات، فهو الطيار بالنسبه له النتان بيكون مكتوب فيه ويكون مكتوب فيه ازاي يتعامل معاه، يكون موجود فيه الممرات نفسها اللي شغاله والممرات اللي تقدر تستقبل الظواهر الجويه ولا لا. فهو بالنسبه له عشان كده حس يعني هو تاني. حياه الطيار قبل ما يتحرك قبل ما يطلع الطيار يبقى كل حاجه قدامه، كل حاجه شايف كل حاجه في النتان هيتعامل ازاي قدامك ايه كل كذا. حاجه وهو طاير بقى وهو طاير بيكون عن طريق بعض وسائل الاتصالات سواء مع ابراج المراقبه او عن طريق بعض الاتصالات، ممكن لو في ظاهر عارض حصل يعني ممكن وانا طاير المطار يقفل يحصل في حاجه، بيجيلي رساله بتقول لي ان المطار قفل والمطار البديل بتاعك هيكون كذا او الممر الفلاني في المطار حصل فيه مشكله. عشان كده قلنا ايه، قلنا هو ما قصرش معاهم في الدولي لان الدولي كان هو متحضر او جاهز ولغايه دلوقتي ما عندهمش فيه مشكله مع الترقب طبعا، لكن الداخلي علشان بيبقى بساعه بساعه فهو ده اللي ضرب عندهم المنظومه كلها يعني. طيب لا قدر الله، لا قدر الله كان حصل الطيارات دي يعني في الجو، ايه اللي كان ممكن يحدث؟ حصل معاهم كده فعلا ان لما النتام اتضرب كان في طيارات في الجو، قدروا ان هم اولا الاتصال بين المراقبه والطيار ما زال قائم والنتام اللي مع الطيار قبل ما يطلع قائم فتعاملوا بيه وقدروا ان هم ينزلوه لان هم برضو عندهم ازمه كبيره. شفنا بعض الطيارات اللي نزلت هم قدروا ينزلوا اللي في الجو لكن طبعا عندهم ازمه ثانيه، ان زي ما بقول لحضرتك في طيارات طارت بقى لها 9 ساعات فمش هيقدر يعمل حاجه. لكن هو ما قدرش يطلع ولا طياره من على الارض، وحاول بالمناسبه بعد 3 ساعات ان هو يوجد الحل البديل، وده اللي عمل لنا احنا علامه استفهام ان هو حاول يشتغل بالحلول البديله. الطيران ما فيهوش ابدا يعمل ايه؟ كان ايه البديل ولا ما عندوش؟ يشتغل بالنظام البديل، ما هو بيبقى عنده البديل. الطيران ما فيهوش ابدا نظام واحد، لازم يبقى فيه نظام ونظام بديل وبديل تاني. هو الطيران دايما كده. رحله الطيران حتى الطيار وهو بيحضر نفسه دايما بيحضر نفسه خطه وخطه بديله وخطه اخرى. هقول لحضرتك حاجه تانية، ده بالعكس ده النظام ده تحديدا ليه نظام قديم شويه مش اوتوماتيك ولكنه عادي. بيتكلم عن النظام ده من الاربعينيات تقريبا، هو قديم جدا ولكن بيتم تحديثه بيتحدث. على طول المفاجاه اللي عندنا ان كل حاجه اتشلت، كل حاجه كل حاجه اتشلت فده كطيار يعني... لا معلش كطيار انه ده مش فيه علامه استفهام هنا كبيره جدا كبيره جدا كبيره جدا يعني مش يعني... حاجه تقنيه او فنيه. صعب 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 يا باشمهندس. هاكد انه صعب جدا على الخبره انه كل الحاجات دي اتضربت. انا الحقيقه تزامن البديلة. احنا دايما بقى هنقول هنا الانفستيجيشن او مع عمليه ان انا ابدا احلل بقى تحليل وتوقيت تحليل الحدث معلومات توقيت الحدث وتزامن توقيت الحدث وتزامن في دول اخرى. لا استبعد تماما تماما ان يكون جزء كبير جدا انه يكون في الاساس هجمه سيبرانيه ادت الى تعطل الانظمه. خلينا نقول الهجمات السيبرانيه تستهدف الى نطاقات، النطاق الاول يا اما بيحصل تعطيل للانظمه وشلل الانظمه كامله وانظمه الاتصال واحده منها زي ما يمكن كابتن وضح، واخرى الحصول على بيانات ومعلومات. احنا بنتكلم هنا عن الحقيقه ضرب او يعني ضربه موجهه تستهدف الى نظام مهم جدا وهو عين الطيار تقريبا. بتتعمل ازاي يعني فنيا؟ بتتعمل ازاي؟ ازاي اقدر القدره ان انا اعطل كل ده في الولايات المتحده الامريكيه؟ مش بتكلم على اي حد. المركز الرئيسي انظمه انظمه الطيران في جزء كبير منها هو سنترلايزد او مراكز تدار مركزيا، ولكن الطياره تامين الطياره في الجو شيء واتصالها بالمركز الرئيسي شيء. لو انا تم اختراق النظام المركزي سينقطع اتصال ما بين النظام المركزي ونظام الطياره. البيت الابيض دلوقتي بيقول ليس لدينا اي دليل لحد دلوقتي عن اي هجوم سيبراني ولا على ليه توقفت حتى الان. خلينا اوضح، طبيعي خليني طبيعي لان الحقيقه مراكز الدفاع الرصد والحمايه والدفاع السيبرانيه والدول حاليا تمتلك هذه القدرات. عندما تتعرض هذه المراكز السيبرانيه مراكز الحمايه اللي هي في ضمن نطاق وسائل الدفاع النظاميه موجوده في الطيران موجوده في الدفاع وخلافه، عندما تعلن انها تعرضت للاختراق كان بالظبط حصل هجمه عسكريه.
إعلان حرب. فبالتالي هذه الأمور وإعلانها تدار بشكل استراتيجي كبير جدا قبل الإعلان عنه. ولكن لما يحصل أن أنا أعلن عن يعني إدارة الطيران المدني تم اختراق بعض البيانات والمعلومات في بعض الأنظمة هذا وارد. ولكن ضربة تصيب نظام ومن أخطر وأهم الأنظمة الطيران الذي على فكرة لو كانت امتدت لساعات أو كانت موجودة في النطاق الدولي لكانت حصلت كوارث، لأن بعض الطيران ممكن يصلح لنا يعني سعادة كابتن طيران أن هيحصل تكدس في بعض. وعلى فكرة أنظمة الطيران عندما هناك تدريب مهم جدا بيحصل في حالة شلل الأنظمة في حالة انقطاع الاتصال الطيار هنا بيكون مؤهل جدا أنه يخضع لسيناريوهات استباقية ويقدر يتعامل مع الطيارة. فبالتالي هذه الأنظمة عندما تتعرض لاختراق وهجمة سيبرانية كل يعني في المجال الجوي عندهم تدريبات مهمة جدا في حالة تعاطوا هذا النظام يعملوا إيه. ولكن امتداد تعطل الأنظمة لمدة ساعات إن بتفرق هنا من 5 دقايق لساعة لساعتين لساعات لأن يعني بيحصل تكدس في المجال الجوي. وإذا لم تستطع بعض الطيران في الهبوط في مطاراتها أو في أقرب المطارات هنا بتحصل الكارثة. لذلك إحنا بنقول لا نستبعد أن اختراق أو هجمات سيبرانية قد تسبب في انفجارات وإحنا شاهدنا ده في دول كثيرة جدا ومنها مثلا إيران وانفجار في محطة توليد أو محطة نقل طاقة. لما بيحصل هجمة سيبرانية تسبب في نقل شبكات الغاز والبترول بيحصل تكدس في محطات الوقود والغاز. فهناك سيناريوهات كثيرة جدا جدا محتملة وأنا لا أستبعد وجود جزء يعني من الهجمة السيبرانية سبب في إصابة هذا النظام في شلل. يعني كابتن محمود اللي حصل النهارده بيتم التعامل معها ازاي من جانب شركات الطيران؟ النهارده طائره مصر للطيران مثلا وموجوده في نيويورك او في واشنطن مثلا بتتعامل ازاي لما يجي لهم خلاص اجل او الغي او بيتعاملوا ازاي؟ هو جميع شركات الطيران وحتى تصريحاتهم كلها طلعت ان هي بتبقى في حاله ترقب كامل وبتبقى حتى في شركات بتفعل غرفه الازمات عندها علشان تبقى يعني جاهزه لاي سيناريو. هو المشكلة مع شركة الطيران هتكون ليها 3 محاور. محور قبل ما الطيارة تطلع من البلد القاعدة زي مصر عندنا مثلا وده ما عندوش مشكلة بيخطر الركاب وبيتأخر. وهي الطيارة طيارة طبعا لو لا قدر الله حصل حاجة زي دي الطيار عنده جميع الحلول البديلة بتبقى مطروحة وبيبقى معاه. بالمناسبة عشان نطمن الناس يعني الطيار لو وصل لمرحلة انه انقطع الاتصال بيه تماما بكل اللي حواليه تماما هو عنده جميع الإجراءات اللي هتنزليه ينزل بسلام وأمان. هو عارف إجراءاته ومدرب عليها. عنده خلاص خالص مع العالم خالص لو اتقطع منه كل وسائل الاتصال هقول لحضرتك يمكن دي احد اسرار المهنه يعني بيدرب الطيار جيدا على هذا ان هو معاه خطه برنامج الرحله بتاعته واللي في الارض اللي مش سامعه خالص واتقطع معاه نفس النسخه من برنامج الرحله. هو عارف انه هيوصل للنقطه الفلانيه في الساعه كذا وهيبقى على ارتفاع الفلاني في الساعه كذا وهيوصل للنقطه الفلانيه في الساعه كذا بالدقيقه بالمناسبه. فاللي بيراقب تحت المراقبه الجويه بيراقب ايه بعد على المحيط لا متراقب عادي 6 ساعات محيط وعادي متشاف عادي كل حاجه متشاف هو متشاف تماما. وخلينا اكد ان محيط في حد بتقول لي بيراقب وبيشوف طبعا 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 هو على الاجهزه الراداريه موجود. 6 ساعات دول بيبقوا حاجه يعني هو بالمناسبه من ضمن الحاجات يعني كويس حضرتك قلت الموضوع ده من اصعب الحاجات في رحله امريكا سواء من اوروبا او من كل الشرق الاوسط هي ال6 ساعات بتاعت المحيط. انت بتطير فوق المحيط وبيبقى اقرب دايره حواليك 3 ساعات ليها اجراءات صعبه شويه كده يعني لكن قريب نعم دايما انا ابص مش لاقي ما فيش حاجه الطيارات دايما كده منوره مره ولا صح ايوه صحيح ولكن بس خلينا اطمن حضرتك ان الطيارات دايما بتبقى اصعب فتره هي ال6 ساعات دي بس الطيار دايما بيبقى جاهز وعامل حسابه بكل الخطط البديله انه في خلال من 2 لـ3 ساعات قادر يوصل لنقطه ينزل فيها لو لا قدر الله حصل حاجه. لكن لو اتقطع الاتصال عنه تماما حتى على المحيط المراقبه الجويه او الرادار عارف ان هو كل نقطه هيوصلها الساعه كذا لغايه لما ينزل ويلمس في الارض المطار. يعني حتى لما هيبدا الهبوط التدريجي المفروض ده صعب جدا لازم يبقى باتصال لا هو بيبقى عارف انه عند النقطه الفلانيه مكان او يعني كل حاجه كل حاجه بتبقى مكتوبه ومتحضره يقدر ينزل لغايه لما ينزل على الارض بامان ومفيش مشكله خالص. ده يعني اسوأ السيناريوهات يعني فحضرتك بتقول انه لو حصل اي شيء وكل ده ينزل بامان ما فيش مشكله خالص. طيارين كلهم مدربين كده لازم ما يبقاش طيار لما يتدرب على السيناريو ما يبقاش طيار طبعا السيناريو اللي هو اسوأ حاجه يعني ده اسوأ ما حدش سامعك ولا انت سامع حد طبعا كل حاجه اتقطعت بيبقى مدرب عليه تدريب تام وبيتعمل له تدريبات دوريه عليه كمان وهو وبرج المراقبه بيبقى مدرب عليه وعارف لان ده السيناريو مطروح. قلقت النهارده بصراحه لما شفت المشهد ده
لا والله ما قلقتش، بس لما شفت منظر كثافة الحركة الجوية فوق أمريكا، لا ده منظر يقلق. مع عدم وجود نوتام، مع عدم وجود نوتام ده يقلق. ليه؟ لأن من ضمن وظائف النوتام إنه بيقول لك على المسافات الآمنة بين الطيارات. إيه كل الطيارات دي؟ إيه كل ده؟ طبعًا مسافة جوية رهيبة. فالمسافة الآمنة بين الطيارات بقت عبء على المراقب الجوي دلوقتي. ومع عدم ظهور نوتام يدورها يديرها إزاي؟ العدد الهائل ده من الطيارات بيبقى طبعا باحترافيه شديده. اول انسبت يوسف لو معلش عشان كابتن محمود يشرح لنا الانسبت الاولاني ده اللي هو الكثافه الجويه في امريكا واداره المنظومه دي ازاي اللي هي دي اللي قدامنا. ايوه اتفضل. هي دي اللي ظهرت النهارده، ثبتها لنا دي النهارده يوسف لو سمحت. طبعا اشرح لنا. يعني هنا الشغل كله على المراقبه الجويه، مراقبه، وعلى التزام الطيارين بالمسارات المحدده بتاعتهم. هي الشكل ده. طبعا ده شكل صعب جدا. دول ازاي يعني؟ سبحان الله. يعني ده كله جنب بعضه. دي هنا يظهر بصراحه خطوره واهميه المراقب الجوي. المراقب الجوي هنا هو يا عيني هو اللي او فريق المراقبه الجويه اللي بيبقى شغال بيبقى هو اللي شايل العبء والمسؤوليه دي كلها. بتكلم على طياره في الجو، مش بتكلم على عربيه. طيارات بالشكل ده قدام حضراتكم اهو. اتفضل. وطبعا الطيارين بيبقوا طبعا هنا هو الطيار طبعا بيبقى ملتزم حرفيا بكل حاجه بيقولها المراقب الجوي. ولكن هنا بقى بيكون في اقصى درجات الدقه، لان بيبقى في مشكله كمان ان المراقبه الجويه الاتصال بينها وبين الطيارين بيكون في اسرع ما يكون. يعني هو بيقول البلاغ حضرتك بيكون في جزء من الثانيه، ولازم انا ارد عليه في جزء من الثانيه لان هو لازم يكلم كل دول الناس دي كلها. نعم. فطبعا ده يعني هنا يعني برج واحد ولا ابراج متعدده؟ لا هو النقط دي النقط الزرقاء دي اغلبها بيبقى في كلها فيها ابراج مراقبه او يعني هي تابعه لمركزيه معينه، ولكن بيبقى في كذا موجه بيتكلموا عليها لان هم بيقسموها قطاعات. وبيبقى في موجوعه من الموجات علشان يتكلم كل مجموعه قطاعات. وابقى مستعد للحظه زي كده. يبقوا جاهزين في ثواني. برج المراقبه يبقى مستعد في جزء من السنة. لأن تدريبات الطوارئ في الطيران المدني بتتم بصفة دورية، فهم جاهزين بالخطط والخطط البديلة في جزء من السنة. في الوقت ده يعني تتوقع بيقول لهم إيه؟ هو حاليا بيبقى شغله الشاغل انه يحافظ على المسافات الامنه بين الطيارات هنا في اللحظه دي. وهو بيبقى عنده ازمه كبيره جدا علشان التحويل للمطارات البديله لو لا قدر الله يعني في مطار مش قادر يستوعب او حصل فيه تكدس او حاجه. نعم. ولكن هو برضو بيبقى الموجات بتبقى منسقه مع بعض لان هم بيبقى اغلبهم في مكان واحد. نعم. فبيقدروا ان هم يوظفوا الامور باسرع ما يكون وكل حاجه تمشي بامان في الوقت. وحضرتك بتبقى طاير بتبقى سامع اللي حواليك؟ طبعا سامع. طبعا طبعا. عشان كده بقول لحضرتك هنا دي فتره انزعاج شديده جدا على الطيارين وعلى المراقبه الجويه لان هو حاسس بحجم الدوشه اللي حواليه. المراقب الجوي عمال بيكلم 10 او 15 او 20 طياره بقى في نفس اللحظه. وكل واحد لازم يسمعه ولازم يرد. خلي بال حضرتك من حاجه. هي لما بيقول له حاجه لازم يتاكد انه رد عليه ولازم يتاكد انه رد صح. مستحيل يكون في حرف مثلا رد عليه غلط. اصل دي طياره، عارف حضرتك يعني لو قال له مثلا لف لدرجه 365 لازم يقول له انا هلف ل 365 مثلا. لو قال له ل 360 مثلا. لكن لو قال له هلف ل 301 وقال له 302 لا 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 ما لازم يرد ولازم يرد بمنتهى الدقة ولازم يتأكد من الرد. فتخيل بقى حضرتك هو بكل واحد بيكلمه لازم يرد عليه. نعم. فطبعا بتبقى يعني أصعب موقف. موقف طبعًا. صعب جدا عليهم وهم يعني متحملين وبقالهم كمان ساعات طويلة. دلوقتي احنا بنتكلم من 6 الصبح بتوقيت أمريكا والساعة هناك دلوقتي حوالي 4 العصر أو 5. هم يعني وهم عندهم عبء تاني دلوقتي بقى نتكلم كسلطة في الولايات المتحدة الأمريكية. الطيارات اللي موجودة على الأرض، الركاب اللي موجودة في المطارات. هم عملوا حاجه ذكيه بالمناسبه ان هم من بعد ما الموقف حصل بثلاث ساعات الزموا شركات الطيران تتعامل مع الناس. فهو شال من على نفسه الاول العبء ده. وقولوا للناس بقى شيلوا الركاب وبعدين نشوف. وبلغوا الناس بقى ايه ما يجوش المطارات. في تكاليف، في فلوس، في تعويضات، في مليارات. مليارات الموقف ده. مليارات مليارات الموقف ده لن يقل عن مليارات. لن يقل عن مليارات. بسبب هقول لحضرتك نبدا بالتعويضات. ايوه اللي هياخدها تعويضات طبعا هتاخدها شركات الطيران من الدولة وهياخدها الركاب من شركات الطيران ومن الدولة. أما أنا عايز أقول لحضرتك لما نتكلم في حوالي 9 مليون واحد ما سافروش، دول عندهم شغل وعندهم بيزنس واللي رايح بقى كان راجع من أجازة وراح شغله يعني واللي رايح يتعالج. كل دي تعويضات هتدفع. الدولة نفسها الحركة الجوية بتاعتها لما بتتأثر بتخسر
مبالغ كبيره جدا جدا. شركات الطيران هتقعد بقى كل شركه تحسب الخسائر بتاعتها. انا النهارده كنت المفروض ان انا اروح الولايات المتحده الامريكيه. انا لما بتاخر بيبقى عندي مشكله هناك، هو بيحمل عليا غرامه. فانا طبيعي ان هو ما دام عمل كده انا هعمل عليه غرامه، وده باتفاق. ففي حضرتك كميه تعويضات هتتصرف يعني شركات تامين اكتر الخاسر اكتر الحكومه، اعتقد هتدفع مبالغ كبيره. وشركات التامين يعني اصل دي خلي بال حضرتك من نقطه، دي مش حادثه حصلت فشركه التامين هي اللي هتشيل. لا، ده نظام حكومي صعب. انا بقول لحضرتك الموقف يعني مستحيل يكون حاجه طبيعيه يعني. طب لو قال انه ده هجوم سيبراني ده يعني ممكن يعني ما يدفعوش حاجه؟ انه هجوم خارج عن ارادتهم يعني؟ خليني اقول لحضرتك شقين. اولا في احد القيادات الامريكيه النهارده قال وطلب عدم ذكر اسمه ان لو ده حرب سيبرانيه فهو اعلان حرب، عشان كده زي ما الدكتور قال. نعم. هو صعب جدا. ده مسؤول القياده السيبرانيه الامريكيه قال يعني ان ده كده اعلان حرب. لو كان توقف الطيران بسبب القرصنه سيكون عملا حربيا بالظبط، ده بالنص. فهو ده بالنسبه لهم، عشان كده مش هيرضوا يعلنوه. لكن فكره ان هو عشان مثلا لو عمل سيبراني انا ما اتحملش الغرامات، لا بالعكس. لا، عايز اقول لحضرتك على حاجه، ده موقف زي ده مؤثر على الثقه في النظام الامريكي للطيران. ثقة الطيران الامريكي طبعا حضرتك بتتكلم على النظام الامريكي للطيران. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو المتحكم او يقول المشرف على الطيران في العالم. احنا عندنا نظامين مشرفين على الطيران في العالم، الامريكي والاوروبي. فالاف اي اي والايكاو معروفين. فالنهارده في بقى في اهتزاز في الثقه في النظام الامريكي. في نواب في الكونجرس النهارده بقعدوا يتكلموا يقولوا اصل احنا النظام الالكتروني عندنا قديم وعايزين نعمله تحديث. طبعا ده كلام مش صح، مفيش حاجه اسمها كده، مش حاجه اسمها كده، مش حاجه اسمها كده. طيب باشمهندس، اللي حصل كمان نروح لبريطانيا، البريد يتضرب ازاي كمان؟ البريد دي خدمه زي اي خدمه، وده هم اعلنوا الحقيقه يعني وفقا لما تم اعلانه في خلال الساعات الفائته، ان ده وفقا لهجوم سيبراني عطل الحقيقه انظمه البريد الالكترونيه. وده الحقيقه خلى ان هم حصل تعطل للخدمات الخاصه بالبريد الخارجي، وبعد كده اعلنوا عن بدء استعاده الانظمه مره اخرى. خليني اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، ان يعني هنا الانظمه او الخدمات الحيويه هناك حاجه مهمه جدا اللي هي سكيورتي اوبريشنز سنتر، اللي هو مراكز عمليات الامن السيبراني. ودي مراكز دورها الهام جدا هو تتبع ورصد كافه قنوات الاتصال الرقميه، وتأكد انها لا تتعرض للهجمات او هجمات محتمله. وفي حاله وجود هجمات سيبرانيه، الفرق اللي موجوده في مراكز عمليات الامن السيبراني تتعامل مع هذا النوع من الهجمات. وخليني اوضح سؤال حضرتك مهم جدا، هل هناك تعويضات؟ لان شيء مهم جدا. في رقمين مهمين محتاجين نقولهم، ان الهجمات السيبرانيه قدرت تخسر يعني وفقا للارقام وتقارير عالميه 8 تريليون دولار وفقا ل 22، والتوقع انها توصل ل 22 تريليون دولار في العام 25-27 خسائر وفقا للهجمات السيبرانيه اللي تمت على كثير من الانظمه الحيويه والدول اللي منها الخسائر. وهناك شركات تامين اضافت خدمات الخاصه بتعويض العملاء في حاله وجود هجمات سيبرانيه على بعض الخدمات. لذلك احنا هنا بنتكلم في ان قد يحدث كارثه لو طالت مدة انقطاع الخدمة في النظام الخاص بالتنبيهات مهام الطيران. ان يحصل كوارث، ان الطيران حتى في تتزود يعني امكانية فقد الوقود ومصادر الوقود في اثناء الرحلة. حاجة تانية، تعطل رحلات الطيران هي وفقا للشركات التأمين والتعويضات في حالة اعلان الدولة عن وجود هجمات سيبرانية، الدولة هي من ستتحمل تماما، لان زي ما احنا بنقول هي نطاق زيه زي بالظبط تعرض الدولة ل هجمة عسكرية. كابتن محمود بيتكلمنا على الثقة، هيكون فيه يعني هز سمعة أمريكا في مجال الطيران. ثقة وتبعات كمان الهجمة والوصول إلى منفذي الهجمة، لأن إحنا مش هناك يعني في حالة وجود هجمات سيبرانية هناك فترة اللي قلت ووضحت لحضرتك إلى جمع الأدلة الرقمية للجزء الخاص بالفورنزكس للأدلة الجنائية الرقمية عشان يتم الوصول لمنفذي الهجمة السيبرانية. هي زيها بالظبط فندم زي الهجمة العسكرية بدون أي مبالغة، هي تعتبر دلوقتي في نطاق الهجمات العسكرية. نورد ستريم واحد اتضرب واثنين اتضربوا ومحدش وصل لحد دلوقتي. يعني خلينا نقول هناك ده يعتبر كلنا اوضح دائما ما بين الهجمه منفذ الهجمه والاعلان عن الهجمه، لان قد تكون الاعلان عن تنفيذ الهجمه. وخليني اوضح ايه اهم المجموعات اللي بتنفذ هجمات سيبرانيه وفقا للتقارير العالميه، المجموعات الروسيه الايرانيه التركيه.
دول المجموعات، دول الغير نظامية، خلينا نقول دايما هقول الغير نظامية. لأن هناك هجمات سيبرانية موجودة ضمن النطاقات العسكري، وإحنا شفنا الهجمة اللي موجودة اللي كانت حصلت من روسيا لأوكرانيا هي هجمة سيبرانية نفذتها وحدات العسكرية الروسية. ولكن الأشهر مجموعات اللي بتنفذ هجمات سيبرانية على مستوى العالم بشكل غير نظامي، كون أن يتم استخدامهم من دول أو لا من عدمه بيحدث. اللي ليه مصلحة مين؟ اللي بيقدر روسيا بشكل مباشر، يعني إيران. الخلافات يعني الخلافات بين الدول قد تلجأ بعض الدول إلى تنفيذ بعض الهجمات وبعض المجموعات بتبقى مناهضة أو معادية لموقف دولي معين بتنفذ الحقيقة. معلش مرة تانية، إنه موضوع مسألة عملية هجمة سيبرانية، وإزاي إن بتدرب الدول يكون عندها أجهزة ويكون عندها مؤسسات لحماية مصالحها من مثل هذه الهجمات. خلينا نقول ان هناك وسائل دفاع سيبرانيه موجوده ومراكز حمايه، والحمد لله يعني احنا في مصر نمتلك هذه القدرات، احنا يعني زيها من كبرى الدول يمكن اللي تمتلك القدرات الخاصه بالدفاع السيبرانيه، لان الدول يعني الكثير دلوقتي لازم تمتلك قدرات، زي ما احنا قلنا واحده منها مراكز عمليات الامن السيبراني، دي واحده منها، الجزء الخاص بوسائل الصد والدفاع، والجزء الخاص بمتابعه كافه قنوات الاتصال والبنيه التحتيه الحرجه، تامين البنيه التحتيه الحرجه لقطاعات زي ما قلنا البترول والغاز وشبكات الكهرباء تخضع الى انظمه حمايه. حقيقه كمان عايز برضو اكد ان احنا زينا زي الدول المتقدمه، يعني الدول الاخرى، من يقوم الحقيقه بتأمين البنية المعلوماتية سواء ببنية تحتية حرجة أو غيرها من الخدمات، هو يمكن شباب مصري مدرب الحقيقة على قدرات الخاصة بوسائل الحماية والدفاع، وهناك أدوات تمتلك ده. وخلينا أقول حاجة مهمة جدا يا فندم، أن التدريب على السيناريوهات اللي قد تحدث ومحاولة محاكاة الهجمات السيبرانية هو من ضمن بروتوكولات اللي بيتم اللي بتعلمها من يقوم بوسائل أو من يقوم بمهام الدفاع. يعني مثلا فكرة اختراق الاتصال عبر أقمار صناعية، وفي حالة أن يحصل اختراق للقمر الصناعي، لأن في بعض الحوادث وهناك يعني تخيل لبعض الهجمات قد تحدث أن في محاكاة لي ان انا يعني اقوم بدور مركز الملاحه او الطيران، وان انا ابدا ان انا يعني اقوم بتوجيه بيانات خاطئه للطيار، ده شيء تعمل كارثه. فبالتالي في بروتوكولات هناك، يعني يمكن لا نعلم عنها شيئا، وهي من اسرار المهام الخاصه بالطيران، هم مدربين في حاله حدوث ذلك. وفي حاله انقطاع اتصال عبر اقمار احد الاقمار الصناعيه، هناك اقمار صناعيه اخرى بديله هي تقدر الحقيقه توصل تعيد الاتصالات ما بين الارض او ما بين الملاحه على الارض ومن يقوم بتوجيه الطيارات. طيب محمود، عشان النقطه دي كمان مهمه، ازاي اعرف انه ده برج المراقبه الحقيقي مش اللي ممكن يكون في اختراق؟ هل وارد يحصل اختراق ولا ده صعب؟ هو يعني صعب وشبه مستحيل بالنسبه لي في الطياره. يعني عايز اقول لحضرتك حاجتين برضو مهمين. الحاجه الاولانيه برج المراقبه، انا معايا خطه برنامج الرحله وانا طاير، وعارف كويس قوي ان انا طالع من النقطه الف للنقطه باء بشكل معين. لما برج المراقبه بيبدا يديني حاجه غير طبيعيه بيكون ليها سبب، في ظاهره جويه، في وهو كمان لازم بيقول لي يعني احنا هننحرف عن المسار لكذا بسبب مثلا ان احنا نعمل تباعد بين الطيارات، لازم يقول لي. لكن ان هو يبعدني بدون اسباب، دي بالنسبه لي بتبقى يعني مش يعني بتخليني لازم ان انا اراجع فيها او ان انا يعني احاول افهم منه اكتر، لكن مش هتبقى حاجه بسهوله. الحاجه الثانيه، تعالى نقول حضرتك سيناريو ان جميع الاقمار الصناعيه قطعت معايا. انا من الجيل اللي حضر ان احنا نطير بدون الاعتماد على الاقمار الصناعيه، ولكن بالاجهزه الملاحيه اللي جوه الطياره. فاحنا فعلا الطياره بتبقى مجهزه ان حتى لو الاقمار الصناعيه بالكامل اتقطعت، هي بيكون في بعض الاجراءات جوه الطياره، طبعا بتبقى اصعب على الطيار وبتكون ليها مجهود شويه، ولكن هو قادر ان هو يعني يوصل لمرحله ان هو بالخريطه يقدر ان هو يوصل للمكان اللي هو رايحه مهما كان طول الرحله. فكل يعني وسائل التامين اثناء الطيران، عشان كده حتى الطيران بيصنف ان هو وسيله النقل الامن في العالم، لان فعلا السيناريوهات البديله ووسائل الامن بتبقى كبيره جدا. وزي ما قلت لحضرتك، هو برج المراقبه لما بيتكلم معايا اذا هيقول حاجه بعيده عن خطه الرحله بتاعتي لازم يقول لي السبب. يعني لازم يقول لي السبب، احنا هننحرف عن المسار لسبب كذا. فهنا بيكون في تبادل في الكلام بيني وبينه. طيب خلينا قبل ما نختم ونشكر حضراتكم، كنا بنتكلم على جزء، لانه دلوقتي دخلنا كمان كندا، وهختم مع الكابتن محمود كمان عن كندا، لما كمان يتم الاعلان عن كندا انه عندها مشكله كمان ونفس النظام، فيبقى حضرتك
بتؤكد على انه ده مش عمل طبيعي، تزامن الاحداث وفكره القاء الحقيقه او مش صدفه. ان العطل الفني والخطا الفني في هذا النظام تحديدا يعني صعب جدا، ولم يحدث على مدار يعني، ويأكد لي يعني سعادة الطيار أن لم يحدث، فكون أنه يحدث حاليا وهذا التزامن في النطاق أمريكي ونطاق كندا. أوروبي نعم وبريطاني ثلاث دول الحقيقة يعني هنا نشاهد الحقيقة ونترقب ولا نؤكد، ولكن لنا أن يعني زي ما نقول حك البيانات هي معزولة، ولكن عندما نجمع البيانات عن بعض فيبقى في صورة هنا هتبقى واضحة. كابتن محمود، كندا لما يتم الاعلام بس ما حصلش عطل، ايه اللي يكون هنا حصل في امريكا مشكله؟ كندا حصل عندهم مشكله لكن ما فيش عطل في الرحلات. هو اصل كندا تعتبر مركزيا مربوطه بامريكا يعني بشكل او باخر، يعني هما الاثنين مرتبطين في بعض. لا هو مجال جوي مختلف ولكنه متقارب ومرتبط جدا ببعض. فهو طبعا يعني سقوط النظام هنا المفروض ما يحصلش هنا، لكن بما انه بدا يتزامن مع بعضه كده فواضح ان هو حد عارف الربط اللي بين الاثنين، لان هم مرتبطين ببعض في حاجات كتيره جدا، فحد يعني الربط بين الاثنين تسبب في ان الاثنين يقعوا مع بعض. هو بصراحه احنا مش عايزين نطرح سيناريو معين، بس هو السيناريو بقى بدا يفرض نفسه، لانه احنا بنطرح ما يدور بالظبط، ما حدش عنده معلومه بالظبط، اللي هو كل السيناريوهات ممكن خلل، ممكن عطل، ممكن هذا، وممكن ابعد من كده ممكن، وبالتالي مجال للنقاش بالظبط. فهو يعني السيناريو بقى يعني بدا يطرح نفسه على الساحه، ان هو يعني في حاجه بتنتقل، يعني عارف حضرتك يعني حتى كلمه فيروس اوقات كتير هو بيعرف ازاي يعني يعمله ويضربه. هو فعلا يعني علامه الاستفهام اللي عندنا كلنا استهداف او سقوط هذا النظام، هذا النظام اصلا يعني علشان حضر يسقطه يبقى حد عارف كويس قوي ان هو هيعمل كل اللي احنا فيه دلوقتي بدون ما يسبب خسائر فادحه. يعني هو عارف كويس ان هو هيوجع وهيضرب ضربه جامده بس مش هيعمل، بس بدون خسائر فادحه. ويعني هي يعني حاجه هيتم دراستها وتحليلها كويس علشان لازم ما تحصلش تاني بالشكل ده. شرفتني، شكرك شكرا جزيلا. شكرا باشمهندس، كل الشكر. شكرك شكرا جزيلا. سيبحكم مع تقرير جهاز حمايه المستهلك النهارده في محافظه الاسكندريه، ثم فاصل، وبعد الفاصل استقبل ضيفي الكريم دكتور طلعت عبد الاوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه. كان عندنا يوم الاثنين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي، جهد كبير جدا مجتمع الاهلي مع الدكتور طلعت اللي هيشرفنا حالا، نتكلم عن اللي حصل كمان يوم الاثنين واللي جاي كمان، لانه العام ده بالنسبه للناس بالنسبه للمجتمع المدني في دعم المواطنين نقدر ازاي نوصل للناس في كل مكان. بمكتبة اسكندرية تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز حماية المستهلك ووزارة التضامن الاجتماعي في إطار استراتيجية عمل جهاز حماية المستهلك اللي بتستهدف مواكبة كافة المتغيرات والمستجدات في الأسواق. احنا دلوقتي أمام وعي على درجة عالية جدا من الارتفاع من خلال نواب الشعب ومن خلال متمثلا في النائبة منى عمر ومن خلال مسؤولين عن المجتمع المدني ممثلين في جمعية حماية المستهلك يعني التي تهتم بحماية الإنسان المصري في طعامه وفي شرابه وفي غذائه بشكل عام، وبين المؤسسات الدولية أو سوري الحكومية متمثلة في وزارة التضامن. شكل جديد من أشكال الوعي بيخلق نوع معين من التشبيك من أجل قضية معينة هامة جدا بتدرك إدراك المشكلة العالمية. المشكلة العالمية التي نحن بصددها هي مشكلة لا من صناعة مصرية ولا المسؤولين في مصر هم سبب فيها ولا المصريين عموما هم سبب فيها، دي مشكلة عالمية. حدث خلل كبير جدا في سلاسل القيمة وفي سلاسل التوريد المختلفة. البروتوكول ده عبارة باختصار شديد يعني هو وضع آلية محددة للتنسيق ما بين الجامعات الأهلية اللي هي عاملة في مجال حماية المستهلك وما بين الجهاز. وبالأساس أحب أقول إن الجامعات الأهلية في الجامعات الأهلية لها دور في معاونة جهاز حماية المستهلك، وده دور مش جديد، ده دور منظم والقانون منظمه. قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 حدد هذا الدور، حدد للجامعات الأهلية دور محدد والمفروض إن هي بتباشره، وإن هي بتباشره بالتنسيق
الحق بينها وبين جهاز حماية المستهلك. عندنا النهارده مبادره جميله جدا مع حمايه المستهلك بين مديريه التضامن الاجتماعي وبين حمايه المستهلك ومع النائبه منى عمر كاطراف مشتركه واطراف ثلاثيه مع بعض، بحيث ان احنا نعمل حمايه للمستهلك داخل مدينه الاسكندريه او محافظه الاسكندريه. معانا كمان 15 جمعيه، الجمعيه في جمعيه شريكه، والجمعيه الشريكه دي هي اللي هتبقى مشرفة على 14 جمعية، بحيث ان احنا نضمن ضبط للأسعار وحماية المستهلك داخل محافظة الأسكندرية. لكن اما احنا بدأنا نجمع كل الجمعيات اللي هي خاصة بحماية المستهلك، او مش نقول كلها، جزء منها اللي هو القوي النشيط، وبدأنا نعمل بيه المبادرة على اساس الدور التنموي يبان، يبقى دور قوي وليه بصمة قوية داخل المجتمع. وبالتالي مع غلاء الأسعار في الفترة دي، فكان مهم جدا ان احنا يبان دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، وخصوصا ان فخامة الرئيس طبعا قال ان ده عام المجتمع المدني. يعني ممكن احنا كحزب حماية الوطن احنا جزء من المجتمع المدني، لازم يكون دور الاحزاب في الوقت ده لازم يكون دور قوي، ويشارك الدوله ويشارك الحكومه. اللي احنا الوقت ده للاسف احنا عاوزين نقول للناس اللي هم ضعاف النفوس انهم لا، كل واحد لازم يراقب اول حاجه ضميره. انا مهما عملت ومهما راقبت الاسعار ومهما كدولة وكمجتمع مدني، بس الدور الرئيسي هو للمواطن المصري. لازم المواطن يحس ببلده ويحس بأهمية بلده، واحنا في عنينا يعني كمان اكتر من وقت الحرب. يمكن الأزمة دي على مستوى الاقتصادي على مستوى العالم كله بالكامل، مش على مستوى مصر. لازم كلنا بالكامل في الوقت ده كل واحد فينا يراقب ضميره. الأجهزة التنفيذية يعني او الرقابية مهما يعني كانت قدرتها، لا تستطيع ان هي تراقب على مدار 24 ساعة كل المناطق على مستوى اسكندرية. فكان يعني الفكرة جت من هنا، ليه ما نفعلش دور المجتمع المدني من خلال او ممثل في الجمعيات الأهلية فإنه يعاون الأجهزة التنفيذية، ليه ما نعملش تواصل بينهم؟ في دايما توجيهات من القيادة السياسية بالتعاون دايما مع جمعيات المجتمع المدني لتشديد الرقابة على الأسواق، لأن جمعيات المجتمع المدني طبعا هي دايما الذراع الرئيسي للجهات الرقابية. الجهاز دايما بيعمل طبعا على التنسيق مع كل أجهزة الدولة الرقابية بالمشاركة طبعا مع جمعيات المجتمع المدني. إن شاء الله البروتوكول التعاون ده هيفرز عن نتائج محترمة جدا. الجمعيات تبتدي تتعاون مع الجهاز، تبتدي سواء تتلقى الشكاوى من المواطنين او ان هي تتصدى لبعض المخالفات ورفع الاجهزه الرقابيه اللي تتخذ بعض الاجراءات. احنا كلنا كاجهزه حكوميه ومجتمع مدني وجمعيات اهليه بنتجه ان احنا لازم نخدم المواطن، نصون حقوقه وننشر ثقافه حمايه المستهلك ما بين المواطنين، لان نشر الثقافه بتاعت حمايه المستهلك بقانون حمايه المستهلك ما بين كل المواطنين، لما المواطن يعرف ايه حقوقه وايه واجباته والتاجر يعرف ايه التزاماته ناحيه المواطن، السوق هيحصل فيه تغيير، هيحصل انضباط اكتر. البروتوكول تم حرصا من جهاز حماية المستهلك ووزارة التضامن الاجتماعي في تعميق التعاون والتنسيق بينهم لتحقيق المزج بين العلم والعمل التطوعي داخل جمهورية مصر العربية، بتبادل المعلومات والخبرات الفنية والقانونية والعلمية والعملية، واللي هيفعل دور المجتمع المدني عن طريق الدور التوعوي للمواطنين والدور الرقابي على الأسواق لمساعدة الجهات الرقابية والتنفيذية في ضبط الأسواق والأسعار ومجابهة المغالاة أو الاستغلال اللي بيتم من البعض، واللي هيعود بالنفع على السوق المصري وحفظ حقوق المستهلكين. مصطفى الشيمي لبرنامج على مسؤوليتي.